بسم الله الرحمن الرحيم، الاخوه والاحباء، اهلا بحضراتكم في فيديو جديد. فيديو سريع كده، يعني حبيت برضو ان انا اشارك حضراتكم مقطع فيديو جميل جدا وغريب جدا في نفس الوقت. مقطع فيديو لا نملك امامه الا اللي احنا يعني نقول سبحان الله. فعلا يعني قدمت مقاطع فيديو كتير زي كده، احنا بنشوف الحاجات دي. ربنا امرنا يا جماعه ان احنا نتدبر في الكون ونشوف ايات الله عز وجل. طبعا احنا مش محتاجين حاجات زي كده، طبعا مؤمنين بالله عز وجل وربنا يعني يقوي ايماننا جميعا يا رب، ولكن ربنا سبحانه وتعالى بيجعل هذه الايات في الكون عشان خاطر يعني نشوف عظمه الخالق العظيم سبحانه وتعالى. الصوره اللي انا عرضها لحضراتكم دي صوره لغراب. الغراب ده كان عطشان وعاوز يشرب. الصوره امام حضراتكم دلوقتي، هعرض لحضراتكم دلوقتي الفيديو بتاعه ونشوف سلوك الغراب، نشوف حاجه معجزه، حاجه يعني خارج العقل فعلا، يعني حاجه فعلا ما يعني ما مش يعني حاجه فعلا تاخد العقل كده، حاجه ما حصلتش يعني. نشوف كده مع بعض الفيديو كده، وانا برضك معاكم عشان اعلق لكم عليه. ده مقطع الفيديو يا جماعه، زي ما حضراتكم شايفين الغراب دلوقتي بيمد من ارو داخل ازازه الميه الصغيره دي عشان يشرب، ولكن طبعا الميه مستواها مستوى الميه يعني مش عالي، وبالتالي من ارو مش قادر يوصل لحاجه. فزي ما حضراتكم شايفين بدا ان هو ياخد بمن ارو الطوب اللي على الارض او الزلط او الحصو الكبير ده اللي على الارض، ويبدا يحطه في الميه بحيث ان مستوى الميه يرتفع، مستوى الميه يعلى. تخيلوا يعني، انا ما اعرفش يعني، ده ذكاء غير طبيعي، ذكاء يعني فطري ورباني. يعني اللي وصل للغراب هذه الفكره، مين اللي علمه ان لما يحط الطوب او الزلط في الميه مستوى الميه هيرتفع، لان الطوب بينزل بياخد حيز وبالتالي بيرفع مستوى الميه. وزي ما حضراتكم شايفين هو عمال يشيل في الطوب، كل ما يمد من قاره عشان خاطر يشرب فيلاقي لسه منسوب الميه او مستوى الميه مش مرتفع او مش مناسب انه يشرب يعني ويشبع، يقوم حاطط طوب تاني. كل ما يشرب طبعا اكيد منسوب الميه بيقل، فيقوم حاطط طوب تاني عشان بقيه الميه ترتفع. حاجه خياليه، حاجه اعجاز، اعجاز في الخلق. يعني زي ما انا قلت لا نملك غير اللي احنا نقول سبحان الله، سبحان الله على هذا الابداع، وسبحان الله على هذه يعني اللي اقول عبقريتي، يعني حاجة تجاوزت حدود العبقرية والإبداع، وسبحان الخالق العظيم فعلا. يعني إيه اللي علم الغراب إنه يعمل حاجة زي كده؟ الغراب زي ما أنا قلت قبل كده لحضراتكم في فيديوهات سابقة، دي كائنات غير عاقلة. يعني إيه اللي علمه إن هو ياخد الطوبة يحطها عشان منسوب المية يرتفع، وكل ما يشرب منسوب المية يقل فياخد طوب تاني يحطه عشان خاطر بقيه المية ترتفع لغايه لما يشبع؟ يعني حاجه فعلا يعني ورا العقل. انا شايف ان ده اعجاز في الخلق، يعني لا نملك زي ما انا قلت الا ان احنا نقول امامه سبحان الله. حبيت بس انا اشارك مع حضراتكم هذا المقطع الخفيف. زي ما انتم متعودين كده احنا بنناقش موضوعات ساعات ممكن تكون موضوعات قويه، موضوعات فيها يعني موضوعات اجتماعيه او سياسيه او فنيه زي اللي بنناقشها في القناه مع حضراتكم، ولكن من وقت للتاني كده بنعمل برضو مقاطع كده تكون صغيره كده وفيديوهات تكون ممتعه، بحيث ان احنا نخرج بره شويه من تيب الموضوعات اللي احنا بنناقشها، ونعود مره تانيه لو في اي جديد في هذه الموضوعات. أشوفكم إن شاء الله في فيديو جديد. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.